الماسونيه الذكوريه. بص يا جماعه، طلعوا اطروحات الماسونيه دي بره اي حاجه، بره اي كلام. اي حد بيؤمن بالماسونيه يبقى بيؤمن بمؤامره تاريخيه. اي حد مؤمن ان في حاجه اسمها مؤامره تاريخيه ممتده اكتر من 20 30 سنه 50 سنه بالكتير، يبقى مش فاهم حاجه في السياسه الدوليه ومحتاج يقرا. مع احترامي الشديد ليك يا اخي، يبقى محتاج يقرا كتير. مفيش حاجه بتعرف تمتد التوريك اللي انت بتتكلم فيها دي، ولا اسرائيل ولا اسرائيل ولا اليهود، ولا اسرائيل ولا اليهود، والله العظيم والله العظيم ولا اسرائيل ولا اليهود عرفوا يعملوا حاجه تمتد 50 سنه. لو انت عارف المعتقدات بتاعت اللي انشاوا اسرائيل، هتعرف ان اللي موجودين دلوقتي دول عصابه وارزوقيه وبيعملوا حاجات ما كانش هي دي المعتقدات اللي بدا بيها الناس اللي بداوا اسرائيل الاولى، بدايه اسرائيل، ولا هي دي نفس المعتقدات اللي كانت من 20 سنه مع شارون حتى. لا، اسرائيل اتغيرت. يعني ان انت تعتقد ان في حد، حتى اليهود، حتى اي بني ادم، ان انت تحط اي حطوا البذره، ما البذره دي كان من ضمن حاجاتها اللي حطينا ان لازم يبقى في حاله عداء مع العرب. انت دلوقتي هم الاسرائيليين او اللي حاكمين اسرائيل عايزين عداء مع العرب حقيقي، ولا عاملين يجروا على ان نندمج مع العرب؟ على فكره اللي فاهمين في الاول لما حطوا اسرائيل ان لازم تستبقوا العداء مع العرب، فاهمين الموضوع ده. الحقيقه ان تضييع العداء مع العرب هيعمل مشاكل داخليه، وده هتشوفوا انتوا لو استمر العرب في هذا الامر هيحصل الكلام ده. فان انتوا تتكلموا على ان في مؤامره تاريخيه، لا وماسونيه، والاقي كتاب عن الماسونيه. انا جبت 5 اجزاء وانا ثانيه كليه او ثالثه كليه 2002 تقريبا، كنت جبت 5 اجزاء كانوا نازلين كده عن الماسونيه وبتاع، وكان انا عجبني بس الكلام. لما تيجي تشوف الكلام ايه ده، انا نفسي طلعت من 5 اجزاء دول قلت ما فيش حاجه اسمها ماسونيه، الكلام ده كان فين؟ بعد 5 اجزاء يا عمرو. بعد 5 اجزاء ليه؟ يا عم الحاج ده عمال يتكلم لي على ان من ايام الفراعنه ومؤامره تاريخيه ومش عارف ايه وفرسان الهيكل يا سيدي اوفر. حتى لو الكلام ده حاصل، مش هو دول اللي ممكن يقودوا التاريخ؟ يقودوا تاريخ ايه؟ هيقودوا التاريخ ان يطلعوا الدوله العثمانيه؟ صحيح ان انت ليهم اثر، بس اثر ما فيش ماسونيه، ما بقولش ما فيش ماسونيه، في محافل ماسونيه، بس ان انت تعتقد ان الماسونيه محركه للتاريخ، هقول لك لا، يبقى انت ما تعرفش حاجه عن التاريخ. لا، الماسونيه مش محركه للتاريخ، ولا اليهود محركين للتاريخ، ولا حد بيعرف يحرك التاريخ بالصوره اللي انت بتخيلها. ان الكلام بتاع رايي ده، ان انت تقول الماسونيه محركه للتاريخ، ده كلام فارغ. بل ان انت يا جماعه اصلا الكلام ده قالوا مسلمين، الكلام ده قاله مسلمين، انتوا تعرفوا الكلام ده كلام اليمين الامريكي. عارفين ليه كلام اليمين الامريكي؟ لان يا جماعه الشيطان عند المسيحيين يساوي الاله. الشيطان عند المسيحيين يساوي الاله، فيقدر وهو مدير هذا العالم. فبالتالي الشيطان يقدر يعمل مؤامره تاريخيه من بدايه التاريخ الى الان. فهمتوا الفكرة دي؟ يقدر يعمل مؤامرة ويقود العالم ويدير العالم، وبيعادي الله وبيحارب الله، وكأنه إله على الأرض مقابل إله في السماء اللي بيحكم. فالاتنين في حرب مع بعض. اللي بيشوفوا أفلام أجنبية أو عارفين ثقافة أمريكية عارفين كويس قوي إن الفكرة دي عند المسيحيين أساسية، إن الشيطان هو سيد هذا العالم. فبالتالي لما اتكلم على ان في مؤامره تاريخيه ومش عارف ايه، هو لما جه يسلمها اللي جاي يتكلم عن الماسونيه قال لك المسيح الدجال، المسيح الدجال الذي يقود مؤامره تاريخيه على مدار التاريخ كله لغايه لما يطلع ويتكلم. يا جماعه ده كلام اليمين الامريكي. احنا عندنا كمسلمين مفيش حاجه اسمها، احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى. الشيطان سفيه. عشان كده هقول لكم على حاجه، كان في كاتب قال ابدا ملحوظه، كاتب امريكي او كاتب غربي، قال يا جماعه انا من الحاجات الاوائل، الحاجات اللي لما جت ادرس الاسلام فوجئت بيها، ان الشيطان عند المسلمين ضعيف جدا. الشيطان عند المسلمين ضعيف جدا، مش شبه اللي عندنا احنا كمسيحيين. احنا عندنا كمسيحيين الشيطان بيسيطر على العالم، الشيطان بيقود العالم، الشيطان زي الاله. لا، عند المسلمين الشيطان، ان كيد الشيطان ايه؟ كان ايه؟ فبيقول لك لا، ده الشيطان عندهم، ده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بيقول لك تأذيه. احنا عندنا كمسيحيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده بيقعدوا يطلعوا الصليب ويصرخوا ويصوتوا ويعملوا الشيطان عندنا قوي جدا. ايه الشيطان عند المسلمين بيقعد يعمل وكانه كائن، يقعد يوسوس لك ويجري ويعمل ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الضعف ده؟ لا، عند المسيحيين الشيطان ده حاجه كبيره جدا، اله بيحكم مع في الارض، اله بيحكم في الارض، فيقدر يعمل مؤامره تاريخيه لان هو اللي بيحكم الارض، هو اللي بيحكم الدنيا.
تمام. فهو بيحارب ربنا كواحد بيحارب ده، نفس الفكرة الأفكار بتاعت كذا قدام كذا، يعني إله قدام إله. فإنما لأ، المسلمين عندهم الشيطان ضعيف جدا، عشان كده اللي يعملوا إيه لما خدوا الطرح، إن أنت مش مدرك الطرح اللي أنت بتأسلمه ده بتاع الماسونية التاريخية والكلام ده كله، إنما القوة بتاعت الشيطان في المسيحية قوي جدا، الشيطان في المسيحية قوي جدا، إله قدام ربنا بيقدر يغوي المسيح، يقدر يغوي المسيح اللي هو المسيح اللي هو إله. أنتوا متخيلين عامل إزاي؟ متخيلين عامل إزاي القوة بتاعته؟ فأنت بتتكلم على إيه؟ بتتكلم على إيه؟ على حاجة كبيرة جدا، الشيطان في المسيحية. فهو اللي جاي أسلمه بقى المكان بتاع الماسونية والمؤامرة التاريخية ومش عارف إيه، يا جماعة لأن بيأسلموا حاجات يمين أمريكي، بيأسلموا حاجات لا تصلح عندنا كمسلمين. احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن يهود، بص اهو ضد نظريه المؤامره تماما، لما كلما اوقدوا نارا للحرب، ها حصل ايه؟ مين بقى؟ من اليهود عايزين مؤامره، اهو مؤامره حرب، حرب. ها ربنا هيعمل ايه لما يوقدوا نار للحرب؟ اطفاها الله، بس ولعوا، اقعدوا اعملوا مؤامرات وبتاع، حرب ها ربنا يروح طفيها، بس بسيطه، كن فيكون. ربنا عندنا هو لا يوجد، لا مش لا يوجد لها نظير، ما فيش، احنا كلنا بالشيطان، كلنا شويه ولا ذرات موجوده، ربنا ينهيها في ثانيه، بالكوكب الارض بالكواكب، كن فيكون، خلصت. الموضوع عندنا كمسلمين ما يلقش ان انت تقول ده بيعملوا مؤامرات وبيقودوا التاريخ، اطفاها الله، يقول مؤامرات اطفاها الله، ادي عم بيعمل اطفاها الله. ان انت في حاجات تانية يحصل من ربنا سبحانه وتعالى، من اعمالكم، من ضعفكم، من كده، ان يحصل من ربنا يسلط عذاب عليكم. لكن بص، تسليط العذاب من ربنا، مش عشان مؤامرة من الشيطان تاريخية ضد اهل الحق وبتاع كام بتاع اليمين الامريكي، لا، عندنا ان دوروا على نفسكم انتوا السبب. وفعلا لما تيجي تدور، هم المسلمين حالهم ليه كده؟ حقيقة امريكا بس ولا انت ربنا بس ولا انت كعالم اسلامي بتستعبط؟ فأخي في مؤامرات، ايوه طبعا، كلمه ان انهاء كون ان في حد بيخطط ويدبر عشان يحاول، طول التاريخ في مؤامرات، في خطط. كلمه مؤامره اصلا ممكن حسب ان انت عدوها فهتقول مؤامره، لو انت مش عدوها هتقول والله تخطيط سليم، المسلمين خططوا واحد اتنين تلاته عشان يسيطروا على العالم، تمام. ده الكلام في انما بالنسبه لاوروبا هيقول لك ده المسلمين تآمروا عشان يسقطوا الدوله الرومانيه والدوله الفارسيه. فحسب الكرسي بتاعك فين، الكرسي بتاعك ضد ده هتبقى اسميها مؤامره، الكرسي بتاعك معاها مع الناس دي هتقول لا دي بالتخطيط وتخطيط سليم. فهي كلمه كل بيخطط، لكن التخطيطات والمؤامرات وكل حاجه، ان انت تعتقد ان في حاجه تعرف تمتد، وان التاريخ كان محدش غلط. انت عارفين حاجات السيناريوهات المستقبليه في الولايات المتحده الامريكيه والحاجات دي كلها، مراكز بحثيه قاعده ليل نهار تحط خطط مستقبليه، امريكا تعمل ايه؟ امريكا بتقدر تحط خطه مستقبليه مفصله، بل بالعكس هي من مزايا امريكا ان هي ما بتفصلش قوي، بتسيب الموضوع كل لما يحصل حاجه اعرف اتصرف معاه. والله حصلت ثوره مصريه ضد مبارك، مين اللي جاي؟ اعرف اتعامل معاهم. والله اللي جاي يتغير هيجي حد تاني، اروح في ديناميكيه. والله اللي جايين لو الاخوان قعدوا وفضلوا قاعدين، كانت امريكا محضره ان هي حاجات لانها تدجن الاخوان، الاخوان مشوا خلاص. فكلمه ان انت بتتخيل ان في مؤامره تاريخيه وخطط، لا، عندهم الخطط البديله. ليه خطط البديله؟ خطط بديله صحيح، ليه خطط البديله؟ لان خطط البديله دي، لان هو عارف ان مفيش حاجه يا بابا هتعرف تمشي على الصراط المستقيم، على حسب ما ربنا في حاجات كتير بتحصل في الارض عماله تغير. فنجاحي ان انا اعمل خطط بديله، ومشكله الخطط البديله دي لما تيجي اقعد اعمل لها خطط بديله، اعمل خطه وخطه بديله وهكذا. يبقى انا الجوده بتاعت امريكا مش انها حاطه حاجه ومشيها التاريخ عليه وبتاع، لا، عامله المستحدثات، عارفه ان التاريخ بيتغير مفاجاه وما انا ما اعرفهاش. الجهاديين في الثمانينات امريكا بتحبهم اوكي، الجهاديين في التسعينيات لقت امريكا لقت ان ده بيضربونا، الله دول مش بتوع بقى ان هيمشوا تحت جناحاتنا، دول ليهم ناس مستقلين وعقيده مستقله ومش سهلين، فامريكا تبدا تعاديهم، تبدا تغير الايديولوجيا، تمام. فالفكره دي، الفكره ان انا اسيب وارجع واسيب وارجع، دور على نفسك، مفيش حاجه اسمها مؤامره تاريخيه ممتده من بدايه التاريخ وبتاع، ده تاثير من اليمين الامريكي والناس اللي خدوها عندنا هذا التاثير.
اللي زي ما الاخوه اللي يقول لك الماسونيين، دور الماسونيين في الدوله العثمانيه في اسقاط الدوله، ممكن دور الماسونيين موجود، لكن انت تقول الدوله العثمانيه سقطت عشان الماسونيين ليه يا عم؟ ده من القرن ال 17 والدوله العثمانيه رايحه في ده، وكان مساله وقت. يعني انا مش بقول ما فيش ماسونيه، ما فيش مؤامرات يهوديه، لكن خد بالك عندنا مؤامرات كمان اسلاميه. هو انت فاكر يعني حركات الجهاديه ما بتعملش خطط 20 30 سنه؟ ليه انت ما تعرفش حاجه ولا ايه؟ بيعملوا خطط 20 30 سنه، ايه اللي يخلي جهاديين يقولوا هنعمل في من 2010 2020 هيحصل كذا كذا، ولو حصل في الشام هنعمل كذا؟ في خطط مستقبليه بتتحط.